طول معلمنا ما هيك؟ كله خير إن شاء الله. شو القصة عمو فادي؟ ما بعرف عمو، علمي علمك. يمكن عم يضيفوه قهوة بقاعة الشرف. ليش سمحوا بالدخول لناس وناس؟ شو ما بيعرفوا إنه نحن رفقاته؟ أخي لا تروحوا لبعيد، أنا صهره جوز بنته ما سمحوا لي أدخل، مع إنه سمحوا لعديلي عبد المجيد يفوت، بقى كيف ركبت معهم هالقصة ما بعرف. أخي عم يعملوا مثل الفرض، قال إذا قام به أحدهم سقط عن الباقين. ألو، أهلين ماما. لا لا لسه ما طلع من القاعة. هاي يمكن طلع، ماما بحكي معك بعدين، بدي صور بكاميرا فيديو. يلا باي. شايفين لي بعد رحلة العلاج؟ والله أنا شايفه متماسك تماماً، وبصراحة لو ما بعتوه من فوق حتى يتعالج برا كانت حالته بالويل. غير هيك شو رأيكم؟ لساته بيحل وبيربو ولا انتهى أمره؟ أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت؟ شو انتهى أمره؟ هو الكل بالكل. أعوذ بالله يا شيخ، يلي له عمر ما بتهينه شدة. تعرفوا يا شباب، إذا مات الرجل لا قدر الله رح نشطر شنطرة الكلاب ورح تنخرب بيوتنا لا سمح الله. لا تخاف ربيع، لا تخاف، مسؤول مهم مثل أبو عبده، مو بالسهولة عزرائيل يستدل على مكانه. عيشوا الشغلة فوضى، بعدين عزرائيل ما بيقرب على المدعومين، ما بيقرب، بيخاف على روحه. اشتقنا لك كتير بابا انا والماما. شو بدك تقله؟ برافو حبيبي، برافو. تاخروا ما هيك؟ هذا وقته، ما تقولي الا اجو. ولا يهمك سهيلة، ولا يهمك، يعني انطولت وقصرت بتضلي انتي مرته الاولانية، ام عبده وام فادي. لك انا مو حارق قلبي غير هذا الفصعون الصغير اللي جابته مشان يشاركني انا ولادي بالورثة. طولي بالك، طولي بالك، لا تهزي بدنك، هلا بترتفع معك السكر. ان شاء الله صدقت لي ان المعلم رجع وما في شيء ومعافى. هن هيك عم بيقولوا. قلت يا حبيبي يقولوا شو ما يقولوا شو يعني. بس يا حبيب قلبي اسمعني لقلك، في شيء اخطر، اخطر بكثير صدقني. شوفي اليوم الصبح انا وعم اسقي الزريعه الاستاذ مهند اخوال المدام. ايه اخو اخو المدام شيرين عم بيقول لنا ديري بالك على حالك وعلى ابنك، اوعك اوعك تتنازي عن حق ملحومه. هيك عم بيقول لنا. بس ليش؟ ما بعرف. شو 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 شوي 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 شوي.
بابا أبو عبدو؟ ما في شيء، نايم نايم. وين بنام؟ يعني بدك تقولي الكيلومتر 7.5 على طريق المطار. لا تقولي وين نفوت عند ابو عبدو. اسفين اسفين يا شباب، وضع الصحي ما بيسمح له يستقبل حدا اذا بدو. يا جماعه الحق، يا جماعه عندكم شيء في غير مره بيجي شرفه يا شيخ. تفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مرحبا منى. اهلين اهلين جمال، بشرني شو صار معه؟ شو بده يصير يعني؟ ما صار شيء. شلون يعني ما صار شيء؟ ليش ما رجع ابو عبدو؟ رجع ابو عبدو بس ما قدرت تشوفه. ما فهمت عليك، شلون ما قدرت تشوفه يعني؟ بقصد انه ما قدرت احكي معه لانه عليه عجله كثير. اي تصطفل، معناتها طارت البعثه. لا لا ما طارت، لسه في امل. شلون يعني في امل والوقت عم يهرب من بين ايدينا؟ يكون بعلمك جمالها، اذا ما دبر لك ابو عبدو البعثه ما رح يكون في قدامك بعثه كل عمرك. اي ولا يهمك، رح احاول شوفها هاليومين مره تانية. بدنا البعثه على الصيفها، لانه بنت عمي نوال راحت السنه الماضيه على اوروبا وانبسطت كثير كثير. بقى الله يرضى عليك، خلينا نقضي هالاربع اشهر الصيفيه باوروبا، وما حدا احسن من حدا جمله. على عيني وراسي، بس هلا لا لا، بكره بدك تشوفه، مو تنسى، خير البر عاجله. رح اشوفه، والله رح اشوفه، بس المشكله ابو عبدو مريض وبخاف انه. إيه لا تخاف ولا على بالك، ما رح يصير له شيء، القصه كلها على بعضها ما رح تكلفه اكثر من تليفون. يعني كل هالشيء لانك ما قدرت تحكي مع ابو عبدو؟ لك يا إلهام يا إلهام، أنت مالك فهماني شو صاير. شو صاير يعني؟ شو صاير؟ إذا أبو عبدو ما حكى مع رئيس شركة التقطير والتكرير، المناقصة رح تطير من إيد ابن خالتي ممدوح. شو يعني؟ شو يعني؟ شو يعني؟ شرقك إياها بالمعلقة حتى تفهميها. طيب أنت فهمني لحتى أفهم وأتعاطف معك. طيب هذا يا ستي ابن خالتي ممدوح، وعدني بمليون ليرة لجيبتي إذا رست المناقصة عليه، ولهالسبب أنا لازم أحكي له مع أبو عبدو حتى يدعمه بهالمسألة. فهمت شو بقصد؟ إيه يعني أنت ليش حامل السلم بالعرض؟ إذا ما قدرت تشوفه اليوم اطلب مقابلته بكرة. إيه هيك رح أساوي، بس المشكلة إنه أبو عبدو مريض، ما عم يخلوا حدا يقرب عليه. مشان ما ينعدى يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة فهموا علي، من شان الله البضاعة صار لها شهر بالمينا، وبجوز يحجزوها إذا ما دبرناها اليوم قبل بكرة. لا والمصيبة إذا حجزوها رح يتبين لهم إن البضاعة مو بس مخالفة للمواصفات، مو صالحة للاستهلاك البشري كمان. بقى إذا ما طلعت البضاعة من المينا بسرعة رح ينخرب بيتنا. مظبوط هالتحكي، وبصراحة نحن ما استوردناها لو ما مأمنين فيك يا أستاذ عمار. على عيني وراسي انا ما عمل كل، بس صدقوني يا جماعه الظروف صعبه. اخي ظروف ما ظروف ما بنعرف، البضاعه لازم تطلع من مينا، يعني لازم تطلع. الشغله بسيطه يا استاذ عمار، ما بدنا من ابو عبدو غير تليفون صغير لمدير المينا، وبلمح البصر بتصير البضاعه برا. دخيلك عجل قبل ما يغيروه يجيبوا واحد بداله. هلا حاجه حكي بفول سطيح، قلت لك حاول تشوفه وما قدرت، شو هجوم عليه يعني؟ ما بعرف والله، إذا من شان الإدارة ومنصب المدير العام ما هجمت عليه، مش عشان بدك تهجم لكان؟ بس أنا ما قصرت يا نادر، ما قصرت، لك وجهت حالي، وقفت مواجه منه بالضبط، شب. أنت كان المفروض فيك تقاتل وتطحش حتى تصلي وتحكي معه، بس ذنبك على جنبك، بكرة بتطلع تشكيلة المدراء العامين وحضرتك بتصفى على الرف، والسبب الوحيد لهالشيء تقصيرك وبس. لا شبك، ما شفت الشاي شبك. وعندنا شب، لا تطولي بالك. لا
طمني مدام، صحيان وعين الله عليها. وهلا شو عم بيساوي؟ تركته عم يشوف فيلم فيديو. يا حبيب قلبي يا ابو عبدو، فيني شوفه؟ بصراحة يا مدام أنا بفضل إنه يضل بعيد عن الانفعالات. يا جماعة، مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، نحن كلياتنا أولاً وأخيراً تحت ألطاف الله سبحانه وتعالى. ومعلمنا أبو عبدو بقلبه الكبير وعواطفه النبيلة وثقته الكبيرة فيكم، شرفني أنا محامي العيلة بالتشاور معكم مشان توزيع أملاكه وسروته على حياة عينه وعلى كل أفراد أسرته، وهو مستعد ليقبل أي اقتراح أنتم بتتفقوا عليه. الله يطولنا بعمره ولا يحرمنا من كرمه وعطفه. باقي اللي بتريدوه أنا جاهز ومستعد أنقل كل اقتراحاتكم لمعلمنا أبو عبدو الله يطول بعمره. بقى تفضلوا، مين بيريد يحكي؟ خلينا نبدأ بأملاك الضيعة. لا، أملاك العاصمة بالأول. لا 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 يا جماعة، خلونا نبدأ بالشركات. لا أملاك الأراضي أفضل. شركات أهم شيء. يا جماعة هيك ما بيمشي الحال. واحد واحد إذا بتريدوا. عفوا دكتور المعلم، إزيك؟ عن إذنكم. يا جماعة الشركات أهم شيء. يا عزيز الأراضي أفضل. عيد شريط الفيديو من أوله. تعال دكتور عاطف، عودون. أنا عازمك على شريط فيديو يلي سجلوا لي إياه بالمطار. تفرج. إلنا الشرف، إلنا الشرف سيدي. شايف عاطف؟ شايف قديش مسيطرين على الأمن جماعتي؟ بعد يدو. هي أنا شفتني؟ شعب وراي انتي كمان. شايف كيف عم حي الجماهير؟ نعم مع انه سمحوا لعبيلي. نور، لحظة. نعم سي. عيد المقطع يا نور، عيده مرة تانية. شايف يا دكتور عاطف؟ نعم. شايف هدنك اللي واقفين هني؟ هدول رفقاتي جمال وربيع وعمار وأشرف. صحيح العمى بقلبهم، ليش ما شفتهم هون عندي بالفيلا لحد هلا؟ صحيح والله ما بعرف يا سيدي. ألو. أهلين وسهلين ومرحبتين. احترامي سيدي أبو عبدو، ربي يخلي لي إياك يا رب يطول لي بعمرك. يا عيني عليك على هالصوت الحلو يا سيدي. كيف حالكم سيدي؟ طمنوني ان شاء الله. طمنوني، كيف صارت صحتكم هلا؟ انه هيك يا منظوم، ما بشوفك ولا بتسلم علي. بصير هيك يا جمال؟ معقوله يا سيدي ما سلم عليكم؟ اعوذ بالله يا سيدي. الله وكيلك، انا اول واحد كنت عم بستقبلكم بالمطار ورافقتكم من المطار للبيت حتى سلوا اهلكم. ولا يهمك يا جمال، ولا يهمك، شفتك بالشريط. بس ليش ما ببوسني ولا صافحتني؟ معكن حق، بهي معكن حق يا سيدي، بس أنا كنت شاكك إنه معك ريق وخفت إنه أعديكم. بس على كل هلا لا تبسبس، بكرة الساعة 12 بتكون عندي، فهمان ولا؟ أمرك يا سيدي، أمرك. لح أجي بالوقت المحدد. مع السلامة يا سيدي، مع السلامة. حقبله بكرة، بكرة لح بشر المرا هلا. نور عيد الشريط من أوله. الله يكسب. بس عفوا سيدي، هلأ إجا وقت التوبة. طول بالك، هلأ بدي اتصل بعمار وربيع. انت تسلى انت بالشريط على بين ما اتصل فيهم. هلأ اتذكرت. بخاف يظنوا اني ما التكشت فيهم. شو رقم هذا؟ مرحبا. يلا شرف. يلا تفضل. السلام
السلام عليكم. لوين يا اخوان؟ يعطيك العافيه حبيبي. الله يعافيك. هدي بدنا نزور المعلم ابو عبده. مين حضرتكم؟ ولو هلا بطلت تعرفنا لك اسعاد. لا تاخذوني يا اساتذه، بهالظروف الصعبه اللي عم نمر فيها ما بقدر نفذ الا تعليمات ابو عبده وبس. شو اسماء حضراتكم؟ لك انا عمار يا اسعد، هاي الاستاذ جمال وربيع واشرف. والنعم منكم، بس انتم موعدكم الساعه 12 وهلا الساعه 12 الا 10. اهلا وسهلا. مو فرع 10 دقايق بعدين، نحن رفقاته لابو عبده. اخي اتصل فيه انت وقول له انه نحن اجينا تنتهي القصه. بترجاكم يا اساتذه، برجع باكد وبكرر مره ثانيه، بهالظروف الصعبة اللي عم نمر فيها ما بدي يجيني وجع راس نقفاكم. بس تصير الساعة 12 بتفوتوا لعنده من عيني هاي قبل هاي. أهلا وسهلا. يمكن إجا وقت الفطور. ادخل. صباح الخير. صباح النور. قديش حطيت ملح باللبنة؟ جرامين لديزيم دكتور. ايه. وسكر قديش حطيت بالحليب؟ سكر ما حطيت، تركت الامر لكم، خفت انه اخطئ منهجيا او علميا يعني. بلا السكر. الزيتونات كم واحدة؟ 8 دكتور. 8؟ شلي تنتين منه. حاضر. دكتور ما بده شي دم؟ لا سلامتك. دكتور عاطف انا مو جاي على بالي اكل بغرفة النوم. جاي على بالي اكل على البلكون. حتى هيك اسمع صوت العصافير والحساسين واتمتع بضوء الشمس. ايه شو علي؟ بيصير. شكري سبنا لبرا. حاضر حاضر معلم. يا معين العاجزين يا رب العباد. يلا يلا يلا. عاطف على بالك على بالك. الله ايوه الله يرضى عليك. تمام تمام. ابو عبده ابو عبده ابو عبده لك. شافنا 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 ابو عبده يا اسعد. هدول رفقاتي يا دكتور عاطف، والضفر ما بيطلع من اللحم. دخلوه دخلوهم بسرعة. يسلم لي منظرهم ما أحلاه مثل باقة الورد. حاضر معلم. أسعد. حاضر تفضلوا. بس يا سيدي هلا موعد الفطور بعد إذنك. لك شو فطور ما فطور انت التاني؟ شو جنيت ولا؟ يعني بدك ياني التهي ببطني واترك رفقاتي؟ يعني بس يا سيدي خليوني يفوتوا بسرعة. حاضر حاضر سيدي. يلا سلام سيدي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين برفقاتي وحبايب قلبي. تعوا تعوا. احترامي. اهلا اهلا يا سيدي. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين برفقاتي وحبايب قلبي. قسما بالله صار لي زمان ما فرحت فرحه من جوات قلبي، فرحه حقيقيه. على علمك من امتى انا ما فرحت دكتور؟ صار كون زمان ما فرحتوا سيدي. وهلا انا فرحان ولا لا باعتبارك دكتور؟ يعني يبدو لي فرحانين يا سيدي. طبعا فرحان. تعتعتي دك دس قلبي دس قلبي. فعلا مزبوط. بعمركم ما فرحتوا هيك فرحه عارمه، خاصه بهالمرحله الدقيقه اللي عم نمر فيها. انا بستاذن رح اتركك مع رفقاتك. الله معك عاطف. الحمد لله على السلامه يا ابو عبدو. الله يسلمكن ويدينكن يا أحباء. ربي يخليني هالوش الحلو يا رب. تسلم. يعني قد ما حلفت ما راح تصدقوا قديش اشتقت لكم، وما في غرابة بالموضوع لأنه سوا ربينا. ما بتلبى لأي مصدر.
هلا وقتهم هدوني؟ والله ما بعرف، خايفة كتر الحكي يضره. يجوا بوقت تاني يضروا يجوا هلا، المشكلة إنه هو طلبهم. طلبهم؟ يا حبيبي راحت معه شي ساعتين هلا أخذي على علكم صدي وحكي فاضي. إيه منى؟ سيدي حابب أذكركم بموضوع الباسي. يا ترى شو صار؟ بتتذكر يا جمال لما قلعك الأستاذ من الصف لأنه ما معك ليرة لصندوق التعاون؟ وراح أبوك ودين الليرة من الدكنجي وما رجع له إياها لهلا؟ بتتذكر؟ إيه بتذكر بعبدو، بتذكر تمام. إيه شو كانت أيام حلوة يا جماعة، أيام البساطة والفقر بتضل حلوة. وبصراحة صداقة الطفولة بتبقى لذيذة لأن منزهة عن كل غاية وغرض. سيدي أبو عبدو، بدي منكم هالخدمة الصغيرة لو سمحت. تتذكر يا أشرف لما ابن أبو حمود خرطبيلة ضيع قلمه الجديد ولقوه بشنتايتك؟ قلت لهم أنت إجا لحاله، إجا لحاله. إجا لحاله، كانت ظريفة جدا، جواب مفبرك مثل أخبار التلفزيون. إجت لحالة. فعلا يا سيدي. سيدي حابب ذكرتكم البضاعة المستوردة يلي بالمينا. بتتذكر يا عمار كيف أمك باعت الجاج الطوزة يلي عندكم مشان تشتري لك كتاب العلوم؟ بتذكر سيدي بتذكر. وبتتذكر شو أول درس بالعلوم؟ لا والله يا سيدي نسيت. ولك شو نسيت ما نسيت؟ أول درس كان عن الدجاج. فعلا يا أحباب ذكريات رائعة جدا لا تنسى أبدا. بدك شي ربيع؟ لا أبدا سيدي، بس حابب لكم شي. بتتذكر يا ربيع كيف كنت تنام بالاجتماعات الرفاقية؟ وانا باعتباري كنت رئيس الاجتماع كنت اصرخ لك واقول لك ربيع ربيع وبغسل وشك. ولما اناك من هداك اليوم غسل وشك وراحت عليك. فعلا فعلا صحيح. يا احباب يا سلام يا سلام، ما أحلى هالذكريات الجميلة. لا خيو، ذكريات الطفولة والصيبة بتضل منزهة عن المصالح والغايات، ولها سبب الواحد بحبها. ادخل. عفوا بابا أنا آسف للمقاطعة بس. خير إن شاء الله، شو في يا أستاذ عادي؟ عفوا سيدي أنا جاي حسب الموعد مشان الوصية. إيه شو علي، ما في مانع، هلا بنسمع. عفوا بابا بس يعني يا ريت ما نقرا الوصية قدام ناس غير الله. ايه معليش ماشي الحال. ممكن تستنوني شي 10 دقايق حتى اخلص عملية توزيع تركتي؟ يعني شغلة بسيطة ما بطول. ايه شو عليك؟ خذ راحتك. خذ راحتك. السلام عليكم. استناك برا ابو عبدو. فاديلك انا نادي اسمحوا لي قبل أن أقرأ الوصية أن أحيي ولي نعمتنا أبو عبدو وأن أدعو له بقهر المرض وبالشفاء العاجل. لقد ناضلت يا سيدي فأحسنت النضال، وتزوجت فأحسنت اختيار الزوجات الصالحات، وربيت البنين والبنات فأحسنت التربية، وصاهرت فأحسنت اختيار الأصهار. وقد اجتمع شمل العائلة بعد إذنكم وتناقشوا بكل أريحية وتسامح، واتفقوا بعد السماح لهم من قبلكم على توزيع الميراث كما يلي: أولاً فيلا الصبورة وفيلا بلودان وسيارتين شبح ونصف مليون دولار للسيدة الفاضلة سهيلة أم عبدو. ثانياً فيلا جديدة وطابق المالكي وسيارة النملة و250 ألف دولار لشيرين وابنها. ثالثاً معمل البلاستيك والمكتب ومعمل المحارم وبيت القصور للسيد عبدو. رابعاً
معمل الجينز ومحل الاكسسوارات ومحل قطع تبديل المحركات للسيد فادي مع 4 سيارات بيكاب. خامسا شقة شارع العدوي ومزرعة بيت جن و100,000 دولار لابنتكم السيدة منى زوجة السيد عبد الرحمن. سادسا شقة شارع فيلات المزة الشرقية والمكتب الصغير بأبو رمانة و100,000 دولار لابنتكم السيدة عروبة زوجة السيد عبد المجيد. وعلى هذا تم الاتفاق وهي كل موقعين سيدي. اي والله يعطيك العافية استاذ. الله يعافيك. مبروك عليكم. الله يبارك فيك. بس أنا شو تركتوا لي يا ترى؟ سيدي تركنا لك بناية السوق والشاليه بطرطوس والشبح رمادي وطبعا غير حسابات الكاش بالبنوك اللي ما بيعرف عنها غير الله وحضرتكم سيدي. ماشي الحال ماشي الحال نعمة كريم بكفوني لآخرة عمري. إذا كان وقعنا هون سيدي. إي والله إي والله. هات هات. إي على عيني. شبح. وين؟ هون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرضى عليكم، رضا قلبي ورضا ربي. يلا نسلك والله. تجي؟ الله يخلينا يا رب. الله يرضى عليك. طول عمرك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. خلينا ياك يا رب. الله يرضى عليك. الله لا يحجك لمخلوق يا عمي. آمين. طولنا بعمرك عمي. آمين. السلام عليكم. آمين. سلام. إيه سيدي. بستأذن. لا عاوز أنت ولا عاوز أنا. عفوا لسه المحامي عنده. عن إذنكم. أنا بصراحة وبما أنه ضلينا لحالنا يا عادل حابب أقدم شوية تبرعات خيرية كنت ناوي أقدمها من زمان وهلأ حان دورها. سيدي اللي بتأمروه أنا جاهز. بدي أبعت السنة حجي على حسابي وبدي أتبرع كمان بتغيير اللمبات القديمة بالشارع الرئيسي بضيعتنا بلمبات جديدة هيليوجين. شو عليه خلي الضيعة الضويلة شوي عادل. كتر خيرك يا سيدنا انت طول عمرك منور البلد. وبدي اتبرع على هذا الجامع اللي جنبنا بسجادة شغل آلي من معمل السويدة ومروحة حتى المصلين يبوردوا. طيب الله يجزيك الخير يا سيدنا. في شي تاني؟ لا اليوم ما في شي كفاها الله. بجوز بكرة افطن بشي تاني وابعت وراك. الله معك عادل. وينك؟ ابعت لي رفقاتي من برا. اخطي نطروا كتير. طيب بالاذن. الله معك. تفضل يا سيدي. احترامي. اهلين اهلين. احترامي سيدي. اهلين وسهلين. احترامي اهلا وسهلا ومرحبا. احترامي سيدي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا شرفت ونورتوا. اهلين. الحقيقة يا احبائي انا ما نسيتكن ابدا وبصراحة اولادي ونسواني واصغرتي اخذوا وسخ الدنيا. اما الهدايا الغالية على قلبي فمخبية للمحبين. يا شكري شكري. نعم سيدي. روح جيب لي الهدية رقم 1 من المستودع الجواني. أمرك سيدي. هالهدية هي راح تكون من نصيب جمال وإن شاء الله ينبسط فيها ويستفيد منها. عفواً أبو عبدو شو هاد؟ يا سيدي هاي الخطابات يلي ألقيتها أنا بكل المناسبات من وقت ما كنت بالحضانة لهلا
وفيها خطاب مشهور كثير ألقيته باليابان قدام الإمبراطور، هلأ عم يدرسوه هنيك للطلاب اليابانيين. وكمان في خطاب مشهور كثير أخذ وقته طني ورني، ألقيته بقى سيدي بالمساجين السياسيين ضد الرجعية وقمع الحريات. بقى مبروك عليه خيو، والله يهنيك فيهون. وهلا يا شكري بدك تجيب لي الهدية رقم 2 بسرعة. حاضر سيدي. هالهدية هي رح أقدمها لأشرف، ويشهد ربي عليه إنها غالية غالية على قلبي. وهلا بتشوف أكيد رح تتفاجأ. يا أشرف، هي أول كرسي مكتب قعدت عليه بأول منصب بعمري، وكان هالمنصب على هوا ما بذكر، كان أمين مستودعات دودة القز للغزل الحريري المتحدة. ولو ما تكون عزيز علي يا أشرف ما كنت ضحيت فيه وهديتك يا، لأنه بصراحة من فوق هالكرسي هاد انطلقت أنا. بقى الله يرضى عليك، دير بالك عليه منيح. فهمان أشرف؟ فهمان سيدي، فهمان. نعم يا شكري، الله يرضى عليك، روح جيب الهدية رقم 3 بسرعة. حاضر سيدي. طبعا هالهدية رح ياخدها يا عمار يا ربيع، والحقيقة أنا محتار لمين بدي أعطيها. بقى شو رأيكم إذا ساوينا قرعة بين الاثنين، ولا ما في داعي للقرعة؟ ما في داعي، رح أعطيها لعمار لأنه شهم وبيستاهل. تفضل يا عمار استلم هديتك. هذا لعمار. عفوا سيدي، شو هذا؟ هذا مكبر الصوت اللي ألقيت فيه أول خطبة إلي بحشد من الفلاحين الكادحين بمناسبة ولادة أول عجل بالتلقيح الصناعي. إلك ها؟ ويا ما ألقيت في خطب سحرت فيها الجماهير ودوختها وخليتها ما تعرف راسها من رجليها. بقى مبروك يا عمار، مبروك. يعني لو صحت لجدي ما مات. شكرا يا سيدي، شكرا. شبك يا ربيع شارد وصافي، وحياتك ما نسيتك. يا شكري هات الهدية رقم 4. لا تزعل مني لأني خليتك آخر واحد، بس متل ما بيقولوا الخير في الأسفل والفضل للفضيل. وحياتك كتير ناس رح يحسدوك ويغاروا منك على هديتك، والمحظوظين دائما عرضة للغيرة. شو رأيك؟ بشرفك مالي مدللك بالهدية أنا؟ لمعلوماتك هي كل المجلات والجرايد والصحف بالعربي والأجنبي يلي كتبت عني، يعني أحاديث وآراء وتصريحات وأخبار ومقابلات ولقاءات. وصدقني أنا كنت ناوي شف لي شي مؤرخ أو مستشرق حتى يعمل كتاب عني ويستفيد من هالأرشيف الزاخر. بس معلش، بتضل انت رفيق عمري وسوى ربينا وانت أسوب وأحق. شكرا سيدي، شكرا. عفوا سيدي، بس صار وقت الدواء ولازم ناخذ لك ضغطك كمان. يلا بالإذن. اسمح لي. السلام عليكم. السلام عليكم. بس ما قلتوا لي يا شباب بدكم شيء؟ سلامتك سيدي، ما بدنا شيء. سلامتك سيدي. سلامتك شباب. شباب نسيتوا تاخذوا الهدايا؟ طبعا سيدي، طبعا طبعا. Thank you.
أنا برقبتكم على الغرابة، لو ما تكونوا غاليين ما كنت أديتكم ياهم. حاضر سيدي حاضر. سلامات. مع السلامة. شو عم تعمل أنت؟ أخذ لك الضغط. بعدين 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 ولا؟ بعدين الضغط مهم. مو مشكلة، قعدوني على الكرسي بدي أتمشى شوي وأطلع ودعهم من برا. قعدني على الكرسي. تعا 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 شكري. حاضر سيدي. يلا. معكن حبيباتي، رفقات عمري، رفقات دربي، الله معكن. شو رايك تاخذ مني هالمكبر حتى تنادي على الغاز منيح؟ حاجة تبح صوتك ولا شفقت عليك؟ كتر خيرك استاذ، بس انا ما معي يعني. لك حبيبي انا ما بدي حقه، انت خذه عني وجزاك الله الف خير. خذ مسك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غاز 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 حرك ابو صبيح. غاز غاز شو هاد؟ شو جايب معك؟ هاي هدية من أبو عبدو. ها وشو هاديك بقى؟ بصل ولا بطاطا؟ هلا لا تحكي هيك حكي بلا طعم قبل ما تعرفي القصة. وشو القصة بقى؟ هالكيس هاد فيه جرايد ومجلات من أبو عبدو. يا حبيبي ما شاء الله حولك وحواليك، غنينا وما أدرينا والله. ولك يا نادية الهدية بتنقاس بقيمتها المعنوية، بعدين هالجرايد وهالمجلات اللي مو عاجبتك فيها تحقيقات وتصريحات وحوارات عن مراحل عمره، يعني الشغلة مو مسخرة. اروح عنا يا بلا حكي فاضي، روح كبهم بزبالة، بكره بيعبونا بقوا ناموس. لك شو كبهم بزبالة؟ شو ناوي تجيبي آخرتي انتي؟ شوف ربيع، هالكيس هاد ما بيفوت على البيت والسما زرقاء، يعني يا انا يا هو. بقى شو قلت؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيب وين بدي اروح فيه؟ شو بيعرفني؟ نزل نحرقه بجنينة. وبركي حدا شافني؟ روح احرقه بجنينة الورانية، بعدين ما تخاف، ما حدا داير على هالقرف. يا شباك العالم بدك روح من خلقتي. يا ناديه ناديه جيبي لي انت الكاز والقداحه يرضى عليكي. ليكن انا بابا. لا ريح لي حالك انا بجيبهم. ولك فهمني شو عم تساوي؟ يخرب بيت قلبك يا عم. ولك هاي صورة ابو عبدو، بتعرف مين ابو عبدو؟ رفيقي ما ام خلتي. ام
ما بعرف وينه، نالع من خلقتي. احترامي يا ابو عبدو. اهلا وسهلا يا ربيع، كيف اخيو؟ الحمد لله. الحقيقه انا فاتح لك مشان بشرك بانهم قرروا اخيرا يعملوا متحف للمناضلين امثالي، ورح يجمعوا كل اثارنا الكفاحيه والثوريه. لذلك بدي منك ترجع لي كيس ارشيفي يلي فيه المجلات والجرايد يلي كتبت عني باسرع وقت، الله يرضى عليك، مشان تستلمه لجنه المتحف النضالي. ليش ما عم ترد يا ربيع؟ فرحان لي مو هيك؟ اكيد اكيد فرحان، هذا اللي توقعته. وينك؟ انا بانتظار الكيس. ها، مع السلامة. نادية، لك نادية. يا شباب لحظة لحظة، لك يا شباب الله خليكم، لك دقيقة بس يا شباب، لك يا شباب الجريعة. كبر الصوت. ما بحسب بعطيك يا لازمني. عمل لك هاتو، انا لازمني كمان. يا على عيني، بس لبيع هالكم قنينه بعطيك يا غاز غاز. لك شو تبيع ما تبيع، عمل لك لازمني ضروري، هاتو بلا غلاظه. لك يا عمي، حدا جبرك تعطيني اياه بالاول لتغضبني بالاخير؟ لك عمل لك هاتو بلا علاك، ماني فاضيك. لك ايه بايدك وشوف لك هاتو.